نبدأ على بركة الله. قضية اليوم نبدأها بالعاصمة، هي القضية مش بالعاصمة، قضية كبيرة شوية. كاين واحد الحي راهي في بلادنا دروك يسموها اللامبالاه، يسموها اللامبالاه، ما يهمنيش تخطي راسي واشرح لينا فيها، المهم انا خاطبني. هذه الفكره هذه اثرت بزاف على الحياه تاع المواطن، اثرت في البلاد ثاني صراحه. مثلا العاصمه اليوم على بالنا بلي فيها ازمه تاع مرور، ازمه تاع اختناق مروري، سيركيلاسيون. انا نهضر على نفسي، انا والله العظيم غير خطرات ندير بالك ساعة ونص في 10 كيلومتر هنا في العاصمة، وخطرات ندير ساعة ونص للشلف في الأوتوروت، مية مية خطرات العاصمة تدير ساعة ونص مثلا من المطار لزيرالدا تدير ساعة ونص، من بابا علي للشلف ساعة ونص، سبحان الله العظيم. العشرة كيلومتر والميتين كيلومتر كيف كيف. هذا الشيء اللي خلانا نركزوا على هذه الفكره دي تاع الاختناق المروري. الحكومه الجزائريه ولا الدوله الجزائريه راهي تحاول كيفاش تلقى حلول، دارت الفكره تاع الدوبل فوا، راهي تخدم باللي دوبل فوا، ودارت فكره تاع النقل الجماعي، تيليفيريك وتروموي وميترو تحت الارض، وراهي تخمم باش دير فلايك في البحر، يعني باش تخفف الاختناق. كاينه فكره تاع التيليفيريك، التيليفيريك هذا حيه يكركرها الكابل بالسماء من الجبل للجبل. تيليفيريك السيد، القضيه اللي تاع التليفريك تابعه لوزاره النقل، وزاره النقل حاكمها يوسف شرفه اللي نحيوه. يوسف شرفه لكم تشوفوا فيه الوسط، هذا منا صيوده، لكم تشوفوا فيه منيا دير نواضر صيوده، والوسطاني يوسف شرفه وزير النقل، وهذا كله ما نعرفه، المهم جزائري وخلاص. الوزير راح لقسنطينه، قسنطينه فيها تليفريك، الوزير هضر على التليفريك تاع قسنطينه. هيا نسمعوا الوزير يوسف شرفه واش قال على التليفريك تاع قسنطينه. اعطيني يا حمزه. يعني التليفريك تاع قسنطينه يعني يكون في حاله الاستغلال بصفه نهائيه مع نهايه السنه. الاموال وضعناها هما على حساب ميزان الدوله وليس على حساب يعني المؤسسه التسيير. الامكانيات الانجازيه وطنيه، كل التجهيزات راهي موجوده حاليا في المحطه، راكم تشوفوا المحطه، ما بقنا الا وضع ورقه الطريق، نخطط كيف راح ندخل ميدانيا وكيف راح ننجز المشروع. ولا الوزير قال كلام واضح ومفهوم، قال لك التليفريك تاع قسنطينه الدراهم كاينين، الدوله راح تستكلف بالدراهم وان شاء الله يتريقل ويتخدم ونورمال، حاجه مليحه صح. يا معالي الوزير يوسف شرفه، يا معالي الوزير يوسف شرفه، على بالي بلي يسمعني وعلى بالي متاكد بلي يتحرك، علاه؟ لانه هذا الرجل انا نشهد انسان وطني ومخلص وخدام وما يحبش العوج صراحه. اما دوك انا نعيط باه يسمعني مليح. يا معالي الوزير يوسف شرفه، راه كاين واحد التليفريك في العاصمه عنده عام ونص هو حابس، بصح الروضه تاعو الدور والكابل يدور، بصح راه مغلوق. اروح لدوكم على زياره للتليفريك تاع العاصمه، مصعد هوائي محطة واد قريش هنا راك في التريولي، ويطلع البوزريعه. يا معالي الوزير يوسف شرفه، هات لك حمزه، هاولي هاولي هاولي، شوفه شوف هاي الدور روضه. وش معنى الروضه راهي تدور؟ معنى هاي الكابينه راهي تروح وتجي، هاي الكابينه، هاي الكابينه فارغه فارغه فارغه. هاو النووي، هاو النووي، هذه الخدايم تاع المدني الله لا تربحوا دايمني. ها شاه نوي يا الشيات يا المهرج. المهم قلنا هاي الكابينه تروح فارقه وتجي فارقه، تروح فارقه الباب المزرعه وتجي فارقه، والبيبان مغلق. ها هذه يا صاحبي، صاحبي بقاله بقاله، ما تفهم والو. التليفريك كاين، الروضه الدور، الاخرى تروح وتجي، بصح المقلوقه والمواطن يركب في الزحمه تاع الكار. هات لك اللي يمشي. ها ها والله رانا نكذبوا. ها اعلان من بعد نحكيكم على الاعلان، هذا اعلان غريب من بعد نفهمك. ها هاي الدور ومش الدور، هاي الدور، هاي الدور، الكابينه راهي تروح تي 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 تي، كيما رحتي كيما جيتي، هذا مثل سوري، تي 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 تي، كيما رحتي كيما جيتي، تروح فارقه وتجي فارقه، تروح فارقه وتجي فارقه. شكون اللي خلص؟
عبد الله. شكون هو عبد الله؟ البايلك مياء والنوي يتمختر النوي. يلعب النوي يلعب. ها اللي يمشي. فوالا هاوليك لاري هنا تاع التريولين لعبوا زريعه. هاي فوق رسالهم تروح فارقه وتجي فارقه. يا معالي الوزير يوسف شرفة الروضه راهي تدور والكابينه تروح فارقه وتجي فارقه والمواطن راه يتعذب. هذا الاستثمار راه يروح فارق ويجي فارق. إيه؟ عنده واحد طروازون هكا علاه يروح يروح ديمارون بعد عاود حبس. شحال عنده واحد حبس؟ عنده دروك عام مده عام وشي. بصح يمشي ويروح فارق ويجي فارق ماهوش يمشي ماهوش. حنا رانا هنا دي كوميرس ورانا مضرورين منه. عندكم مارشي هنايا؟ اي عندنا روح نصور الماشي راه فارق. بصح والمواطنين اللي راهم يروحوا بوز هنا واش يروحوا بوز الريعه؟ ايه راهم يروحوا كاع في البيس. حنا كاين دي كاين عباد ماهمش يجونا نسقسوهم يقولوا لنا يا ودي باللي ما عندناش فين نجو ترونسبور ما شحال عنده هو حابس هكذا ما يركبش المسافرين. عنده عام 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 راهو حابس اكزاكت حبس في رمضان تاع العام اللي فات. هاي الدور هاي الدور كي شافوكم جيتو بالك شالوها. لا 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 احنا مواطنين. هذيك شو البقاله يقولوا بقاله تيليفيريك يمشي ويبوجي بصح ما يربطش ما يركبش. يلفدها هو يدي بلاصي الهواء بالك الهواء يعيا من باب الواد بوز الريعه يده. احنا مواطنين احنا مواطنين شوف باش تركب في الكاب ضرب ساعه ونص في السيركيلاسيون يقول لك بلي سيركيلاسيون باش انت تحب السيركيلاسيون واش دير تمشي عفسه واحده اخرى بديله عفسه البديله هاي ليك تمشي شهر شحال عنده شحال عنده هو حابس هذا التليفون. شوف عند ضرب واحد عام ونص هو حابس وبعد مشى شهر كي كان واقع الوالي جاز ولا سوى الصاله ديك ضربات جا مشى شهر ولا 15 يوم هكا مشى واحد راه الوالي حبس تم مشى هكا قسمه مشى تما قسمه المشي ومن بعد عاودوا حبسوها ما هضروش كاع دوك اربع سنين ولا كدايا تمرمي ديك حد داخل الدوله صرف الدراهم. كاين هذا كاين تاع نضر دم ضفري كيف كاين فيه زوج دور وما تمشيش كاع يا وخدامين اللي راهم فيها شغل ما يخدموا باش يخدموا كاين خدامين مخلصين كاع لي زاري كاين لي زاري الوسطاني والاري الفوقاني تاع ابو زبير كاين لي خلصوا ما كاينش خدامين. قول لي هاي الدور روده تطلع كابينه فارغه وتجي فارغه كابينه فارغه وتهبط يقول لك لا شارج من او لا عبد الله يخلص لي كاب العيانين عبد الله هي اصلا عيان عمو نص والناس تشوف فيها بلا واحد ما يطلع فيها عمو نص والناس تشوف فيها بلا واحد ما يطلع فيها عمو نص تشوف فيها بلا واحد ما يطلع فيها عمو نص والناس تشوف فيها بلا واحد ما يطلع فيها ولا هذه هي عام ونص هي الناس تشوف فيها بلا ما واحد يطلع فيها. هذه كون جا مثلا هذا المشروع تاع كاش واحد مثلا تاع كاش واحد صخشيه ولا رجل اعمال يقبلها ولا ما يقبلها. هاي هاي هاي, هاي نقولوا هاي نهضروا هاي كون جا المشروع هذا تاع كاش مسؤول نقولوا سي فلان ولا سي فلتان المشروع تاعو يقبلها ولا ما يقبلها كيفه ما انفيستي الملاير والكابينه طالعه فارغه وتجي. انا نقول لكم عليها كي عاد رزق الشعب يسب اعطونا تفسير راه اونبان فهمونا من وين راه اونبان خاصو بولون نديرو تيليطون نشرو لكم البولون خاصو موتور نديرو تيليطون نشرو موتور الا ماكش قادرين نقولوا لنا او سبحان الله ما تقوليش لا الوزاره النقل ولا الخزينه ماش قادره تشري بولون ولا كابل ولا روده باش علاش مدايرينو علاه دوكا ماشي واحد يهبل. انا قلت لك من نجيب الندابات كنا قلنا الندابات نجيبهم يندبوا حاجه كيما هذه لازم الندابات هذو يندبوا اي 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 او كيما هذا غير الكابل تاعو يدير واحد 10 ملاير غير الكابل هنا رانا في تريولي باب الواد بصح ما يربطش احبس اعطيني الدوزيام فيديو يا حمزه هنا راك في بوزريعه زعما لتحت من هي لتحت وهنا تطلع البوزريعه اعطينا تاع بوزريعه هذه المحطة تاع الفوق المصعد الهوائي الشهيد احبس عاود رد لي المصعد الهوائي رد لي مثلا ما نقراو الاعلان المصعد الهوائي الشهيد شرابي سيد علي طريق الامل سيلست سابقا ياه لو كان ينوض سيد علي ياه الشهيد شرابي كان ينوض خلي يمشي الفيديو كي نقول لك احبس شوف سبحان الله العظيم هذه المؤسسة اللي مكلفة بتسيير المصعد الهوائية دايرة اعلان هذا الاعلان غريب علاه غريب تبعوني مليحه ما فيش لادات يا اخي بنادم عنده لادات اللي زاد فيها وعنده لادات اللي يموت فيها هنايا ما كانش ما نقول لكم شويكتا وما نقول لكم شويكتا يفتح هكذا وخلاص كما قال الاخر خليها كده توقف المصعد الهوائي لواد قريش تعلم المؤسسة الجزائرية للنقل بالمصاعد الهوائية إتاك مستعملي المصعد الهوائي لوادي قريش
أنه حاليا خارج الخدمة. أي. وفي هذا الصدد تطمئن مؤسسة آيتك زبائنها الكرام أن فرق الصيانة على قدم لإتمام الأشغال وإعادة المصعد الهوائي حيز الخدمة. وعلى هذا وبناء عليه نشكر أو تشكر مؤسسة إيتاك مستخدميها الكرام على تفهمهم للإزعاج الناجم عن هذا التوقف، كما أنه سيتم الإدلاء بعودة المصعد الهوائي إلى الخدمة في إشعار لاحق. ما كاش لادات. لكل استعلاماتكم تضع المؤسسة تحت تصرفكم البريد الإلكتروني www.net/www.mesad.mat. وراء التاريخ ويك تحبس على حبس ويك تفتحه. لو كان جا ملك تاع اكس ولا ايغريك وراه مريقل، بصح كي عاد تاع عبد الله خلي عبد الله خلص الامل، خلي يمشي الفيديو. عدنا امل في السيد الوزير يوسف شرفة وزير النقل، هذه الكارثه، هذه الحيه هذه اللي راهي حابسه وحاله فمها. يا ابن عمي تحركوا لها على وجه ربي، نولوا نحلوا. يا معالي الوزير، يا جماعه النقل، شوفوا لنا الحيه هذه على وجه ربي يا سيدي. خلي لي غير حمراء. احبس حمزه، جماعه المصعد الهوائي التليفريك رقم هابطي، نضرب اضرب. زيد واحده، زيد واحده، اطلق.